كيك بالفواكه الحمراء عندنا قاعدة مختلفة على التشيز كيك اللي ولفنا. يعني غادي نخدمو بالبيسكوي يعني العادي والبيسكوي الويفر يعني الباستا. انا عندنا 200 غرام ديال البيسكوي مطحون عادي كيف ما كان البيسكوي، المهم ميكونش بلا يكون بلا شكلاط، يكون بلا شكلاط يعني بلا كريمة عادي. وعندنا 80 غرام ديال الفيوتين. البسكوي ديال الباستا نقدروا نخدموا غير بديال درهم، هذاك ربعه ديال البسكويات. اي نوع ديال الويفر اللي عندنا ديال الباستا اللي عندنا واخا. هاد الباستا ما غاديش نطحنوها، غادي نهرمشوها يعني غادي نقطعوها بيدينا تقريبا، يعني تكون مهرمشه كبيره، تكون قطع كبيره، لان داك الشكل العشوائي هو اللي كيعطي التشيز كيك واحد هذا زوين بالنسبه لا في المذاق لا في المنظر. الو عندنا 200 غرام ديال البسكوي مطحون، 80 غرام ديال الفيوتين، واحد ربعة ديال الباستا يعني ديال درهم، عندنا 150 غرام ديال الزبدة تكون مذوبة، وعندنا واحد اليوغورت ديال الفواكه الحمراء باش نبقاو في لوتين ديال الفواكه الحمراء، هو باش غادي نجمعو الخليط. الو كنخلطو العناصر كلها وكناخدو الإطار دائما كندهنو بالناباج، وكان يعني في الطبق ديال التقديم كنحطو القاعدة ديالنا ديال البسكوي، وعاد كنوجدوا الكريمه ديالنا. بالنسبه للكريمه ديال الفواكه الحمراء عندنا فيها 300 غرام ديال القشده الطريه، علبه ديال الحليب المركز المحلى، علبه ديال الجبن، جوج يوغورت ديال الفواكه الحمراء. من الاحسن لان يعني كاين اليوغورت خاص بالفواكه الحمراء كيكونوا فيه الطريفات، وعندنا 4 ديال الفرماجات مربعين والروح ديال الفواكه الحمراء باش كيعطينا اللون، وعندنا اي نوع من الفاكهه الحمراء يعني عندنا الفريز البلاك بيري المرتيل الفرومبواز يعني مقطعين مربعات صغيره. هنا كناخذوا بالنسبه للكريمه كنطربوا ديك القشده طريه دائما وحنايا كنطلعوها، وكنزيدوا عليها ديك العلبه ديال الحليب المركز المحلى شويه بشويه. من بعد كنزيدوا دائما مع تطرب ديك العلبه ديال الجبن كنزيدوا اليوغورت وكنزيدوا الفرماج المربع، يعني هنا ما كنحتاجوا لا جيلاتين لا حتى حاجه، التشيز كيك كيبقى واقف يعني يكفي انه يبقى واحد ساعتين في الثلاجه كنلقاوه يعني ولا عاقد يعني بلا جيلاتين. هنا يعني من بعد كنزيدوا بسباتولا دوك الفواكه الحمراء اللي عندنا وكنديروا طبقه فوق من هذا البسكوت فوق من القاعده اللي عندنا مباشره، وكندخلوه للثلاجه ملي كيبرد وكيعقد ويعني كيقبض في راسو. هنايا بالنسبه للتزيين كنديروا ان غابي بالفواكه الحمراء وكنديروا شويه ديال الناطاج مخلط مع داك الروح، كنديروه كخطيطات من الفوق او لا غير السكر اللي كيكون يعني السكر ديال الثلج اللي ما كيذوبش في البرد يعني، وكنرشوا عليه من الفوق وكنقدموه بالصحه وراحه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك.